شلونك محمد؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير. مش وقت شديت البالون؟ 16 اشهر. وزن السابق شو قد كان؟ 93. وزن الحالي؟ 95. ما شاء الله، يعني خيارنا شيء 38 كيلو خلال 10 اشهر. كذبتي بالبرنامج الغذائي؟ البرنامج نعم. ان شاء الله نتعدل فيه. كم كيلو محمد؟ 38 خلال ايش قد؟ 10 اشهر ببالونه؟ والله شاطر. سبب لك شيء مضاعفات او يعني صار عندي نقص في الدم؟ هي كلها متممات بس بس حياتي بشكل اعتيادي وما عندك مشاكل ولا الام ولا اي مشاكل؟ لا الحمد لله. ان شاء الله خير، ان شاء الله بالسلامه يا رب. اليوم في جاي مشان نرفع الزهور ان شاء الله بخير وسلامه يا رب. صحه وعافيه يا رب. الله يحفظك ام احمد، تقومين بالسلامه ان شاء الله.